هذا ونقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والعافية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني لمعالي وزير الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن دعم مملكة البحرين للقضية الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت إيمانا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة، وإدراكا بأن ضمان هذه الحقوق هو السبيل لتحقيق الأمن والأمان لجميع دول المنطقة، مؤكدا معاليه أن مملكة البحرين لن تبخل بأي جهد من شأنه الإسهام في الوصول إلى السلام الدائم والشامل القائم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته في توفير مختلف أنواع الحماية للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الدينية والقيم الإنسانية. من جانبه كلف فخامة الرئيس الفلسطيني معالي وزير الخارجية بنقل تحياته إلى القيادة الحكيمة، معربا عن خالص اعتزاز وتقدير دولة فلسطين لمواقف البحرين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الدعم من جانب الأشقاء يمثل ركيزة أساسية لاستعادة كافة الحقوق الفلسطينية.